للتفاصيل أكتر معانا على الهاتف اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع بالمخابرات الحربية الأسبق. مساء الخير يا فندم. اهلا يا فندم، مساء الخير. اهلا بحضرتك. يعني الحقيقة ان القوات المسلحة بتشارك الآن في سيناء في العملية الشاملة 2018، وفي نفس الوقت برضو في تدريبات أخرى احنا شايفينها مشتركة مع فرنسا. يعني بتفسر حضرتك ده بإيه؟ لا، يعني التدريبات المشتركة دي تبقى طبقا لخطة تدريب مشترك موضوعة مسبقا، نعم، ملهاش علاقة باللي بيحصل في سيناء. والحمد لله عندنا القوات المسلحة لدينا من القدرات أن نخصص لكل مهمة مقدار من القوات. ما يحدث في سيناء له قوات قادرة على تحقيق المهمة والهدف في سيناء. أما التدريب وأيضا لدينا الأسطول البحري الشمالي، لا ننسى هذا بكامل قدراته، وهنا الأسطول البحري الجنوبي في البحر الأحمر، فكل أسطول له مهمة، ده ليه مصر عمليات وده ليه مصر عمليات. تمام. وإذا محتاجة الضرورة ممكن الاثنين يشتركوا في اتجاه واحد، إنما أيوة. لدينا الحمد لله من القوات ما يسمح بتحقيق أكثر من مهمة في أكثر من اتجاه. نرجع للموضوع التدريب المشترك. أيوة، العملية كليوباترا اللي هو كليوباترا 2018. أيوة. عايز أقول إن الحمد لله رب العالمين، يعني دايما أي دولة تسعى لتدريب مشترك مع دولة أخرى ده الهدف الرئيسي هو تبادل الخبرات. وما دام في تبادل خبرات يبقى لازم الدولة اللي أنا أروح لها وأسعى إليها يكون لديها ما تعطيه ليا وتضيف ليا من قدرات ومن خبرات، وتضيف أيضا من فكر لقوات. نعم. ده اللي يفسر إن أكثر من دولة بتيجي عشان تتدرب معانا تدريبات مشتركة. قبل كده القوات عملت الناتو بتيجي في البرايت ستار، بتيجي اللي هو نجم الساطع، القوات الامريكيه وقوات كثيره. أيوة. من دول اخرى. في عندنا في الخليج العربي في تدريبات مشتركه مع المملكه العربيه السعوديه، مع الكويت، مع البحرين، مع الامارات العربيه المتحده. لدينا تدريبات مشتركه مع دول صديقه ودول شقيقه كثيره. كل هذه التدريبات هي اضافه لقدراتنا القتالية. أن التدريب المشترك ده لا يتم مع قوات مشتركة إلا إذا كنت أنا في داخل بلدي وصلت إلى أعلى مستوى من الحرفية ومن التدريب وحققت كل أهدافي التدريبية في أرضي وفي دولتي، وبالتالي يتم التدريب مع دول أخرى وأطراف أخرى. أكيد يا فندم، هم مش هيجوا إلا لو إحنا على نفس الكفاءة بتاعتهم. إحنا ما ننساش أن عندنا الأسطول المصري والبحرية المصرية لها سمعة عالمية، مش هبعد بعيد أو لحد أيام محمد علي، لكن هقول في 56 عملنا مثال. نعم. في القطعة الصغيرة في زوارق التوربيد في معركة البرولوس، لما طلع ثلاث زوارق بقيادة البطل المصري جلال دسوقي وكان معاه البطل السوري أيوة. والجمال، وازاي تصدوا لاكبر اسطولين بحريين في البحر المتوسط، اسطول انجليزي واسطول فرنسي. نعم. في سنه 67 في عز الهزيمه كان عندنا البحريه المصريه هي من اغرقت اكبر قطعه في الاسطول البحري الاسرائيلي. في 73، لا دي ملحمه ثانيه خالص، من اول باب المندب لحد المعارك البحريه اللي تمت في البحر المتوسط. كل هذه الخبرات لدينا، وكل دول العالم بتسعى لأنها تنال مما لدينا من خبرة ومن مهارة ومن كفاءة. التدريب البحري اللي هو كليوباترا 2018. نعم. يأتي في هذا الإطار. أستغل فرصة وجود حضرتك معايا اللواء نصر سالم على الهاتف، وأعرف منك آخر أخبار العملية سيناء الشاملة 2018، ونطمن على قواتنا في سيناء. العملية سيناء 2018 الحمد لله رب العالمين هنشوفها ماشية، يعني ايه، بنقول طبقا للأهداف المخططة بانتظام كامل. نعم. كل يوم في تدمير للبنى التحتية للإرهاب، الدشم اللي كانت موجودة تحت الأرض، الأوكار، العشش، كلها، كل ما يتم اكتشافه يتم تدميره فورا. القتلى من الإرهابيين، أنا دايما بأكد على الحتة دي. نعم. رغم بقالنا أدي أسبوعين أهو، إلا إن أعداد الإرهابيين اللي بيتم استهدافهم بالنيران وقتلهم عددهم صغير جدا. يعني في أيام ما قتلناش أكثر من 3. فإذا
هذه العملية هي عملية نظيفة جدا، لا يستهدف بالنيران إلا من يوجه نيرانه لقواتنا أو من يقاوم، أما من يسلم نفسه من يشتبه فيه فكل دول بيتم القبض عليهم ويوجهوا إلى جهات التحقيق اللي بتبرأ ساحته بيقلق سبيله فورا، والباقي دول إن شاء الله جهات التحقيق هي اللي هتقف على أمرهم في مهمة إنسانية لا يمكن نهملها. وإحنا بنتكلم عن سيناء 2018 وهي إن القوات حريصة تماما على إن هي تنظف الأرض تماما من أي ألغام شرائط خداعية متفجرات. ما ننساش إن في كم من المتفجرات مهول يفوق أكثر من 2-3 قنبلة نووية زي اللي انضربت في ناجازاكي وهيروشيما. يعني لما نقول إن في طن ونص سي فور يعني قد الـ 10 مرات القنبلة اللي كانت في ناجازاكي وهيروشيما 20 كيلو طن، يعني احنا عندنا أكثر من الـ 20 كيلو طن موجودين، كان هذا الإرهاب ممكن يستخدمهم ضدنا. أكيد احنا كل ده بنكتشفه بنفجره لكي نقي أبناء سيناء، مش المهم إن احنا نخلص على الإرهاب بس، احنا عايزين نسيب الأرض نظيفة، اللي عايز يزرع اللي عايز يرعى اللي عايز يتحرك لازم أهل سيناء ينعموا إن شاء الله بالأمن والأمان، وإن شاء الله يا رب بلادهم تتعمر وتبقى يعني بشرة خير للكل بإذن الله. هو الحقيقة العالم كله بيسجل يعني احترامه وإعجابه بالعملية سيناء الشاملة 2018. الحمد لله. الحمد لله. بشكر حضرتك لواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاعات بالمخابرات الحربية الأسبق.